حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الشكر هو جزء من العبادة إن لم يكن العبادة كلها. أن نشكر الله عز وجل شيء عظيم أيها الأحبة. انظروا إلى هذه الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنت عابد حقيقي إذن يجب أن تشكر الله، كأن العبادة مرتبطة بالشكر. إذا أردت أن تعبد الله أشكر الله. لذلك في القرآن الكريم أقول دائما إن أول آية بعد البسملة ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. إذا فتحنا القرآن نجد أول سورة هي الفاتحة، تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم أول آية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. ليعلمك الله أن تتخذ الحمد منهجا في حياتك، لأنه بدأ كتابه بالحمد سبحانه وتعالى. لذلك الحمد أيها الأحبة هو من أسباب الهداية، لأنك عندما تقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فهذا من ثمرات حمدك لله. وعندما تريد النجاح يجب أن تحمد الله. حمد الله سيعطيك منزلة خاصة عند الله عز وجل. لذلك في الجنة، يعني دعونا نذهب إلى الجنة، نسأل الله أن نكون من أصحابها جميعا. في الجنة أيها الأحبة، ما هو أكثر ذكر يقوله أصحاب الجنة؟ الحمد لله. تصور أن العبارة التي ستكررها كثيرا في الجنة هي الحمد لله. طيب أنت الآن في الدنيا لديك عبارة من الجنة، آية من الجنة، الحمد لله رب العالمين، هي آية من سورة الفاتحة الآية رقم 2. هذه الآية ستكون أكثر كلام أهل الجنة. لذلك يوم القيامة عندما ينجي الله المؤمنين من النار ومن العذاب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سورة الأعراف، الحمد لله الذي هدانا لهذا. لذلك أخي الحبيب، أي خير يصيبك قل الحمد لله الذي هدانا لهذا في الدنيا، لأن هذه العبارة سترافقك في الجنة، فينبغي أن تكثر منها في الدنيا لأنها سبب في دخولك الجنة. لذلك أيها الأحبة، الله يقول عن أهل الجنة يوم القيامة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله رب العالمين. أكرر أحبتي في الثلاثة أشياء: دعواهم فيها سبحانك اللهم، إذن التسبيح هو أيضا جزء من لغة أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، التحية التي يتعاملون فيها السلام عليكم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب هذه الأشياء متاحة أمامنا اليوم، نستطيع أن نقول سبحان الله، نستطيع أن نكثر من السلام كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلنا على أمر يحبب بعضنا بعضا، قال أفشوا السلام بينكم، يعني ليكن السلام منتشرا بكثرة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن أيها الأحبة، لغة أهل الجنة هي التسبيح والحمد والسلام.
فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة ينبغي أن تكون هذه لغتك أيضا في الدنيا. يجب أن تحمد الله دائما، يعني لسان حالك يقول الحمد لله. فهذا يؤدي بك أخي الحبيب إلى النجاح في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الذي ينهك الإنسان في الدنيا كثرة الهموم وكثرة انشغاله بالدنيا، لأن الهموم هي نتيجة عن الانشغال بهذه الدنيا. فإذا أردت أن تعيش حياة سعيدة مطمئنة، مارس عبادة الشكر لله عز وجل، وأكثر من هذا الدعاء، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لذلك نجد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شكرا لله، أكثر الناس شكرا لله هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الحبيب أحببت أنا من خلال هذه الومضة الإيمانية أن تتذكر، وأتذكر معك هذه الآية أو جزء من آية، أرجو أن تحفظها، احفظوها جيدا، ستذكرونها يوم القيامة، ولكن احفظها في الدنيا وحاول أن تكررها في بداية حديثك، في مثلا عندما تحصل على نعمة ما، عندما ينجيك الله سبحانه وتعالى من موقف صعب، عندما يأتيك رزق، عندما يرزقك الله بولد برزق ما، دائما قل هذه العبارة الكريمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.